يقول السائل: أتيت للعمرة وأنا أريد البقاء إلى الحج، إلا أنني أجد الآن في اشتياق شديد جدا لامرأتي، بحيث أن غالب تفكيري أصبح في الرجوع إليها، فماذا تنصحونني؟ أنصحك بالرجوع إليها، ولا تبقى وأنت بهذه الصفة، ارجع وأعف نفسك، وحضورك مع امرأتك وعند أولادك لا شك أنه أمر واجب عليك، واجب عليك، وأيضا أن تسلم مما تجده من الاشتياق إلى زوجتك. فإذا كان بإمكانك أنك تذهب وترجع للحج فاذهب وارجع عندما يأتي وقت الحج. أما إن كان أنك لم تؤدي حج الفريضة، وإذا ذهبت ما تستطيع ترجع، فالذي أراه لك أنك تصبر وتنتظر، تستعين بالله وتصبر وتؤدي الفريضة. نعم.